السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا بهيك حالة لو نيجي هنا نعمل run for this one، فحيكون نفس القيم اللي إحنا قلناها بالنظرية 9 6 15 10 6 7 6. إذا بأول اثنين statements اللي إحنا بنشوفها، أول اثنين statements اللي إحنا بنشوفها، أوكي، هذا الـ two statements، الـ first two statements هي تعتبر straightforward، أوكي، بشكل اعتيادي. third، أول اثنين حيعتبر straightforward بمعنى أنه بالشكل الاعتيادي إحنا بنستخدم الـ functions. الثالث واحد، ثالث statements، إحنا ممكن نعتبر الـ parameters على شكل expression، تعابير، لأن إحنا وضعنا 3 في 4 1 زائد 2، هذا الـ 1 زائد 2 كـ expression كتعبير إحنا اعتبرناها شو؟ اعتبرناها one argument اللي هي تعادل بالـ parameter من x بالنسبة للـ add. أوكي؟ واضح. إذا حيتم تقييمهم evaluate، بعد ذلك حيتم تمريرهم. إذا هنا حيتم 1 زائد 3 2 حيساوي 3، بعد ذلك حيتم تمريرها في داخل الـ function add. أوكي؟ ونفس الحالة بالنسبة لي الـ y هم يتم evaluate تقييمها الـ argument اللي هو 3 في 4 12، بعد ذلك يتم تمريرها في داخل الـ function. يعني في النهاية حيكون الـ add 3 فارز 12. أوكي؟ ما يتم تقييمها داخل function، قبل دخولها الـ function، قبل إمرارها للـ function حيكون هذا الشيء موجود. أوكي؟ فممكن هذا نحن نعمله هون مرة أخرى comment. شو هذا؟ لهون نعملها comment ونزل لتحت. لحظة، هون في عندك انت شو نلاحظ هنا البير اللي احنا بنشوفه الستيتمنت، نلاحظ انه هو init، هذا اللي احنا قلنا عليها الانت a equal to 5. اوكي، بك حالة، بهذا الحالة انه ال add function حيتم استدعاء من ال x او ال parameter x اللي هو بالfunction a. اوكي، حيتم استدعاها وحيتم تساويها مع من؟ مع الخمسة، الvalue من؟ الvalue a. اوكي، لما يرجع الfunction بيشوف انه الvalue a تساوي 5، اذا بهيك حالة ال x حيساوي لك شو؟ حيساوي لك 5. ال y ايضا حيكون قيمتها شو؟ حيكون قيمتها a، اللي هي بالتالي حتكون شو قيمتها؟ 5. اوكي، فبهيك حالة حيكون add a فارزة a هي نفسها لما نقول add 5 فارزة 5، وبالنتيجة حكان تظهر لنا رقم 10. تمام؟ زين، خلينا نشوف الـ statement الآخر اللي احنا أخذنا فكرة عنها. أوكي، بهذا الـ statement احنا نلاحظ إنه الـ function add، أوكي، بالبداية حيتم تنفيذها، الـ CPU يحتاج إلى أنه يقيم هذه القيم للـ parameters الـ X والـ Y. الـ X هو simple، ليش؟ لأنه أنت بس فقط تعبر integer value اللي هي 1، right، هذا 1 فقط. حلو، اذا بهيك حاله الاكس من السهل انه احنا نقول عليها، او سي بي يو من السهل يتعرف انه الاكس يساوي 1. حتى نحصل على قيمه الواي يحتاج الى انه احنا نعيد تقييم ماذا؟ نعيد تقييم الاثنين والثلاثه في داخل فانكشن multiply. في البدايه السي بي يو حيقوم بتعيين الزد يساوي 2 والدبليو يساوي 3. اوكي، بعد ذلك حيقوم بعملية run للفانكشن 2 فارزة 3، أوكي، ويرجع لنا قيمة الفاليو اللي هي 6. بعد ما يقوم بترجع أو إرجاع القيمة 6، وقتها ممكن أنه إحنا نقوم بتعيين هذه القيمة للباراميتر من؟ للباراميتر y، اللي هي من ضمن من؟ من ضمن الفانكشن الأساسي اللي هي add. تمام؟ حلو، إذا بهيك حالة الـ add كأنما إحنا نقول 1 فارزة 6، بهيك حالة حيرجع لنا الـ integer 7 مثل ما لاحظنا هنا on في الـ result 7. أوكي؟ اللي هي حتتمرر عن طريق الـ see out اللي إحنا كتبناه هون for printing. هاي أخذ نفس شوية، أخذ نفس شوية. جميل؟ زين، يبقى احنا عندنا شو؟ يبقى احنا عندنا السي اوت الاخير، هذا احنا عملنا الفانكشن اد مرتين انه اد، هذا حيشتغل بنفس العمليه، يعني انه احنا نفس حاله السابقه، لكن بدل مالتبلاي احنا عاملينها اد قبل
انه السي بي يو يقوم بتعيين، قبل انه يقوم السي بي يو بتقييم نتيجه الاد الخارجي، اوكي، لازم في البدايه يقوم بتقييم ومعرفه الفاليو للفانكشن الداخلي، اوكي، اللي هو الاد 2 فارز 3. الاد 2 فارز 3 حيتم تقييمها على اساس شو؟ الفاليو هي 5، صح؟ 2 و5 2 3 5. اذا بهالحاله ممكن انه احنا الايفالويت للسي بي يو بعد ذلك ايش راح يعمل؟ حيقول انه الاد هو 1 فارز 5 which evaluated to value 6 اللي هي بالاخير يتم تقييمها بالفاليو 6. الستة هي حتكون الباست عن طريق من؟ عن طريق السي اوت. تمام؟ تمام. اذا بهيك حاله بهيك حالة الباراميترز حتعتبر هي الكي الميكانيزم ميكانيكية اللي تسمح لي الفانكشن انه يتم اعادة استخدامها او تسمح لك انه بطريقة ما تستخدم الفانكشن كريوزابل، اوكي، اعادة استخدامها، وتسمح لك ايضا انه انت تقوم ب perform tasks انه تنفذ مجموعة اشياء مطلوبة من عندك بدون ان تعرف او بدون ان تحدد الـ inputs value قيم الادخال في هذا الـ function. هذه القيم الادخال حتم تمريرها عن طريق من؟ عن طريق الـ arguments بمساعدة من؟ الـ caller اللي هو الـ function main، او حتى يكون function اخر مو شرط اللي يكون main. ارجاع القيمة حيسمح للـ function انه يعني خلينا نقول لما تعمل return للvalues هيسمح الفانكشن انه انت تعيد القيمة مرة اخرى لمن؟ للمين او للفانكشن اللي تم طلب هذا الفانكشن الداخلي اللي حيشتغل فيها. زين، في عندنا مجموعة كويز، جاهزين؟ شكلك وجاهزين، يلا نبدأ للقتال. لاحظ هنا أنا. في عندك هنا أنا something wrong، اوكي، في شيء عندك خطأ هون، اوكي، void multiply x و n، خلينا احنا نعمل له uncomment، اوكي، في عندنا خطأ في هذا الفانكشن، فمين الشطور اللي راح يعرف شو هو الخلل بالضبط في هذا الفانكشن؟ void multiply init x init y return x في y main، هذا بيعمل لك multiply بهذا الشكل. So شو هو الخلل بالضبط في هذا الفانكشن؟ يلا يا شطار، منو حيعرف؟ حاعطيك 5 ثواني ممكن تعمل بوز وتفكر، بعد 5 ثواني حاعطيك الحل. 1 2 3 4 5. الجواب بسيط يا جماعة، السبب انه الملتبلاي الفانكشن ملتبلاي تم تعريفها على شكل شو؟ void. احنا قلنا ذكرنا انه الفويد ما حيرجع اي قيمة، بما انه الفانكشن حيحاول انه يرجع قيمة value لهذا الفانكشن، الكومبايلر حيعطيك error، وسبب واضح لانه انت مفروض الملتبلاي مفروض شو يكون؟ يكون init ما يكون void. اذا كان void ما يحتاج الى return، صح؟ يلا، يا اما غلبتك يا اما غلبتني. خلنا نعمل اوكي، ما حاجة انه نعمل هذا comment out. ما اتصور انه احتاج انه نعمل comment out. خلونا ننتقل للسؤال الاخر. هون في عندك uncomment، اوكي، بهذا المثال انت عندك شيئين خطأ في هذا البرنامج، انظر عليه بشكل وتمعن فيه وفكر قبل تعطي الإجابة، اوكي، فكر قبل تعطي الإجابة. 1 2 3 4 5. ممكن تعمل pause وتفكر لأنه أنا حطيك الإجابة. المشكلة الأولى أنه المين فانكشن بيمرر argument واحد للمالتبلاي، صح؟ لاحظ هون، أنت هون عندك مالتبلاي 4 لكن المالتبلاي ما يقبل رقم واحد، وين رقم الثاني الواي، صح؟ لأنه هنا أنا المالتبلاي كفانكشن بيمرر argument واحد، بينما المالتبلاي كفانكشن خارجي بيطالبك بـ two parameters،
هذا واحد. اثنين، المشكلة الثانية المالتيبلاي فانكشن بيتم حساب الفاليو وبيعمل لك put للريترن، انه لازم يعمل لك كالكوليت للفاليو وبيطلع لك الريزلت لهذا الفاريبل. بس لكن احنا بنلاحظ انه هون في الانت مالتيبلاي ما في كلمة ريترن. اين الريترن في داخل الفانكشن؟ There is no return statement. إذا بهيك حالة الفانكشن ما راح يدعم الريترن في حالة الانت. هذا لازم يكون void، صح؟ ما يكون انت، لأنه إذا انت فقط الفويد ما راح يحتاج إلى ريترن. بس لكن إذا احنا عملنا له انت multiply به، هذا المعنى أنه لازم احنا ندعم خاصية الريترن، ولما نرجع لازم مفروض من عندنا نعمل ريترن لقيمة تدعم الانت. بهالحالة إذا ما عملناها بالكومبايلر حيعطي لي ايرور. أوكي، اللي جاوب عليها perfect excellent. اوكي خلونا نتحرك على سؤال اخر. I think تحرك الماوس. اوكي هنا في عندك هون ايضا. اوكي خلونا هذا نعطيله شوية size like this. هنا حنعمله uncomment. اوكي هون close this one. بتصورك بتخيلك البرنت لهذه الحالة، أو خلونا هنا نشوف هذا احنا ما عملنا الكومنت. أوكي بتصورك ما هو القيمة اللي حينتجها هذا البرنامج؟ أوكي ممكن تعمل بوز للفيديو وتفكر مع نفسك، تتمعن في الإكزامبل وتفكر في نفسك القيمة اللي حيكون ناتجها. هعطيك 5 ثواني. 1 2 3 4 5. عرفنا الجواب. نلاحظ هنا طبعا ممكن تعمل بوز وتظل تفكر مع نفسك. نلاحظ هنا انه الملتبلاي يقوم بمنادات ماذا؟ يقوم بمنادات الاكس، صح؟ هنا احنا شو عملنا؟ عملنا ملتبلاي اد 1 فارز 2 فارز 3. الاد بيقبل 3 باراميترز، وهنا احنا اعطينا له 3 ارجيومنت. جميل. بعد ذلك فارزة 4، بمعنى أنه هنا في عندنا function داخلي اللي هو add، وهنا multiply بيحتاج إلى 2 parameters وإحنا عطينا له 2 argument، لأن هذا function يعتبر argument وال4 أيضا يعتبر argument آخر. بهيك حالة multiply لما يتم منادتها x حيكون شو هو القيمة عندك؟ x حيكون هي add بين قوسين 1 فارزة 2 فارزة 3، صح؟ وال y حيكون هي 4. في البداية CPU حيعمل resolve لل x، حيتم تنفيذ الـ X حتى يعرف قديش هو قيمته. بمعنى هو راح يقوم بإرجاع ماذا؟ 1 + 2 + 3. بمعنى بالحالة حنقول الـ X يساوي لك 6. إذا في هيك حالة راح يكون 6 فارزة 4. 6 × 4 = 24. This is the answer. جميل جدا. زين فينا أنه نختار سؤال آخر. أوكي this one. الماوس بيشكل عندي كتير. Okay, this one like this. Oops. Okay, this one. Okay. سؤال آخر إنه يقول لك هل قم بكتابة function؟ هذا function فليكن اسمه double number. Okay. بياخذ integer parameter والإرجاع مالته حيكون المالتيبل مالته، يعني المضاعف مالته، يعني هذا القيمة في هذا القيمة نفسها. يعني خلينا نقول أنت حتعمل function، هذا function اسمه double number، هذا function هو integer parameter. أوكي بس الإرجاع مالته حيكون شو؟ حيكون مضروب في 2. جميل. فحاطيك قديش؟ 5 ثواني. 5 ثواني مو كثيرة. 5 ثواني مو كثيرة. زين النتيجة شو راح تكون؟ لاحظ هون عندك that is the answer. Okay, hi, this one is no need. هذا هنا أنا. هذا سؤال آخر. لا سؤال. بهيك حالة احنا حيكون عندنا البرنامج بهذا الشكل. حتعمل init double. خلينا نشيل الكومنت من هنا. شو اللي حتعملها؟ حتعمل init double. اوكي لانه انت بترجع قيمة لازم تخلي init. Init double number init x. بعد ذلك تعمل return 2 في x. That's it. هذا هو الحل. My god ايش قد سهل. خلينا نعمل كومنت. زين نسألكم سؤال آخر.
لازم تجاوبونها على هالسؤال هذه المرة. أوكي، سؤال شو نسألكم؟ أوكي، قم بكتابة برنامج فلنكن هذا البرنامج بيقرأ انتجر أو ما يقرأ إنه هذا البرنامج إنه يقوم اليوزر بإدخال قيمة انتجر أوكي باستخدام السي إن اللي تم شرحها. أوكي، بعد ذلك تستطيع أنه أنت تستخدمه في الدبل فانكشن اللي إحنا تكلمنا عليها. أوكي، بعد ذلك يقوم بطبع الفاليو بالكونسول. That's it. أتصور السؤال كلش سهل، فحنعطيكم المجال 1 2 3 4 5. أوكي، ممكن تعمل pause وتشوف النتيجة your answer. ننزل للأسفل، لاحظ هون قديش سهل. إذا هذا this one. أوكي، هيك حالة، هذا نسويها and comment. هذا البرنامج بالكامل، كل اللي انت عملته هذا صح. هذا هو الاكس. الاكس حتطلبه من من اليوزر يقوم بادخالها وتعيين قيمتها. بعد ذلك حتعمل سي اوت. سي اوت هو دبل نمبر اكس. اوكي، اكس من هو القيمه اللي حتدخلها انت، وات ايفر كانت هاي القيمه. هذا حتكون شو ارجيومنت. الارجيومنت هذا حيكون باس لي كباراميتر للفانكشن. الفانكشن حيكون في داخلها، حيتم عمليه الضرب وحيرجع لك القيمة مرة أخرى، حيعمل لك إياها out. That's it. أنت وصلت هنا إلى نهاية الدرس. لنقول لكم مع السلامة.